ورجعنا لحضراتكم تاني مع خبيرة التنظيف والعناية بالبشرة الأستاذة رضوى يحيى، وهي هتدينا نصايح هامة جدا ومعلومات هامة جدا عن تنظيف البشرة والعناية بها. وإن شاء الله هي بتشتغل في مجال التنظيف والعناية بالبشرة في اسكندرية، أعتقد عندها مركز كبير هناك. أهلا بحضرتك يا أستاذة رضوى. اهلا بيك يا اسلام، ازيك؟ عامل ايه؟ شرفتينا اهلا ونورتي بيكي، نورتينا يا ازيك يا استاذه مروه، رضوى. عامله ايه؟ تمام. الحمد خلينا دلوقتي، احنا بما اننا في فصل الشتاء، في كتير من السيدات والبنات بيصابوا بشرتهم بالجفاف وكمان بالبهتان، يعني مثلا لو بشرتهم نضره في الصيف، فصل الصيف لله بتبقى بيصابوا بهتانه في الشتاء. بالظبط. فتحبي مثلا تنصحيهم بايه، او ايه الديلي سكين كير روتين اللي ممكن يعني اي بنت او اي دلوقتي سيده بتتفرج علينا حابه تقوله لهم ممكن يتبعوه يعني؟ بصي، هو مبدئيا بما اننا في فصل الشتاء، وكمان بالنسبه للكمامه او الماسك اللي احنا بنلبسه اليومين دول بقالنا سنه تقريبا لابسينه، فالبشره بتجف. كمان المنطقه دي كلها مكان الماسك احنا بنلبسه اكتر من 3 او 4 او 5 ساعات في اليوم، ده بيعمل حبوب في البشره. لازم يبقى فيه كريم ترطيب، كريم ترطيب للبشره كلها وكريم ترطيب للعين. للعين الاي كريم ده مهم جدا جدا جدا، لان دي منطقه حساسه في البشره. لازم نستخدم كريم ترطيب مرة الصبح ومرة بالليل قبل النوم. في حاجة تانية مهمة، ان لازم كل بنت او كل ست تعرف ايه نوع بشرتها، يعني في بشرة جافة، في بشرة حساسة، في بشرة دهنية، في بشرة مختلطة. تمام. ما ينفعش مثلا ابقى في فصل الشتاء فاقول انا بشرتي عادية او انا بشرتي مختلطة او انا بشرتي دهنية جدا، فانا هجيب حاجة للبشرة الجافة. السؤال ده بسأله كتير جدا، اقول لها طب ليه هتجيبي للجافه؟ تقول لي اصل احنا في الشتاء فبشرتي بتجف اكتر. لا، انت كده بتغيري نوع بشرتك تماما. طب الايلي سكان مثلا او البشره الدهنيه في فصل الشتاء ازاي؟ ليها برضو كريم ترطيب، كل البشرات ليها كريم ترطيب بيبقى مكتوب عليها. دلوقتي كمان بيبقى مكتوب كريم ترطيب من البشره الدهنيه للمختلطه، او من الجافه للعاديه، او كريم ترطيب للبشره العاديه بس. لازم كل واحدة تعرف نوع بشرتها بالظبط عشان تعرف تستخدم له كريم الترطيب المناسب. انت سألتي سؤال تاني؟ لا، انا كنت عايزة بس اعرف في ديلي روتين سكان كير، ديلي سكان كير روتين مثلا، في كلينزر الاول يعني غسول بعد؟ بنستخدم مرتين في اليوم الديلي روتين، مرة الصبح ومرة بالليل. بصي، انا هقولك هم 4 أو 5 خطوات سهلين جدا جدا جدا، لو كل بنت اتبعتهم بشرتها مش هيبقى فيها اي مشاكل. هتقومي من النوم، لو انت حاطه ميك اب هتمسحيه بالميك اب ريموفر. ميك اب البشره كله حاجه، الميك اب ريموفر والشفايف والعين حاجه تانية. قبل ما تنام اصلا اوريدي تمسح، عشان ده غلط على البشره يعني؟ ده غلط جدا 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 جدا، ده بيسبب تجاعيد وخطوط رفيعه وبيعمل حبوب. انا بقول انه لو يعني في ناس بيبقى عندها استثناءات، جايه من فرح مثلا ونامت متاخر فسابته او تعبانه، بتمسحيه ده اذا كنت حاطه. تاني خطوة بتعمليها انك بتستخدمي غسول، وبرده يكون مناسب لنوع بشرتك. بتستعملي الغسول، تغسلي وشك كويس جدا. يا ريت لما تيجي تنشفي ما تعمليش كده، انت بتطبطبي على وشك. بعد الغسول بنستعمل التونر بنفس الطريقة، لو في قطنة بنحط فيها التونر وبنعمل كده عشان يقفل المسام او بالظبط كده. بنستخدمه بالطريقة دي، بطريقة طبطبة. الطبطبة مش بالمسح. بعد كده بنحط يا اما كريم مرطب او سيرم. في ناس كتير بتقول انا مش عايزه احط كريم، عايزه سيرم. لو انت بتحطي الاثنين، في ناس بتستخدم كريم وسيرم، بتحطي الاخف فالاتقل، يعني بتحطي السيرم وبعد شويه لما بتحسي ان بشرتك امتصته بتحطي الكريم، وطبعا لو في الاي كريم. وبعد كده لو انت نازله في الشمس بتحطي الكريم بتاع واقي الشمس او السان سكرين. بتيجي بالليل بترجعي من بره، لو انت حاطه ميك اب بتمسحيه كويس جدا بنفس الطريقه، وبعدين الغسول وبعدين التونر وبعدين الكريم المرطب. ايه هيتحط معلش ميك اب فوق السان سكرين والكريم ده عادي مش هيأثر على بشرتك؟ هو لا، بتسيبه شويه يعني، بتسيبه تلت ساعه 20 دقيقه وبعدين بتحط اللي هي عايزاه. تمام. اوكي. بالليل نفس النظام، بتستعملي نفس الطرق او نفس اللي احنا عملناه بالنهار بنعمله بالليل، وبنحط كريم ترطيب ليلي. كريم ترطيب الليل بيكون اتقل شويه من كريم النهار لان البشره بتمتصه، ويا ريت بتحطيه وانت داخله على النوم على طول، يعني انت داخله تنامي دلوقتي بتحطي كريم الليل وتنامي على طول،
ده بالنسبة للروتين اليومي. تمام. انا بس حابة اقول لمشاهدينا ان رضوى عندها بيج على الفيسبوك اسمها سكين كير باي رضوى، صح كده يا رضوى؟ ايوه. لو حابين تشتركوا او حابين تتواصلوا معاها، لو حابين تعملوا تنظيف بشرة، هي بتعمل تنظيف بشرة حلو قوي، فلو حابين ممكن تتواصلوا معاها عن طريق البيج بتاعت الفيسبوك. شكرا جدا. تسمحوا لي اخش في الحوار ولا الحوار ده ستات فقط يعني؟ لا اتفضل يا اسلام. انا عايز اتكلم يعني طرق تنظيف البشره يعني للرجال او الستات يعني ازاي؟ بص يا اسلام، احنا اتكلمنا عن الروتين اليومي، خاصة في فصل الشتاء ان الناس بتشعر ان البشره جافه وفيها بيبقى في رؤوس سودا كمان هنا. اه ده الكلام من ده حضرتك طبعا ده تخصصك وقشره البشره والكلام ده كله. ايوه. بص احنا قلنا الروتين اليومي بنعمل زيه روتين اسبوعي، يعني بنيجي يوم في الاسبوع بنحدده، مثلا يوم الثلاث، يوم الاربع، يوم الخميس بالليل. بنعمل نفس اللي احنا عملناه الصبح، بنغسل وشنا بالغسول وبعدين التونر وبعدين الكريم. اليوم اللي في الاسبوع ده بنعمل سكراب اللي هو بيبقى فيه حبيبات، بنحط السكراب على البشره ونمشي بطريقه دائريه. لو هنا بنعمل كده بنمشي بطريقه دائريه في كل حته في البشره. ده للستات ولا للرجاله؟ لا للاثنين ما تقلقش. دي تبقى مره واحده بس في الاسبوع. دي مره واحده في الاسبوع، يعني الروتين اليومي بنعمله صبح وبالليل، الروتين الاسبوعي بنعمله يوم واحد في الاسبوع بالليل وبنحدده، يعني لو قلنا الاربع بالليل كل اسبوع يوم اربع بنحط الروتين الشهري بقى اللي هو السكراب. ده الاسبوعي. الشهري ده اللي انت بتروحي عند سيرابيست او عند اي متخصصه عنايه ببشره تعمليه، لان انت مش هتقدري تعمليه في البيت. انت طبعا بتعملي الكلام ده؟ انا بعمل طول النهار. بنعمل ايه؟ بنعمل كل اللي احنا قلناه في الاول انا بستعمله، اللي هو بنضف بشرتها من الميك اب وبعدين الغسول وبعدين التونر. بعد التونر بقى انا بعمل السكراب. بعد السكراب بنستخدم جهاز البخار. جهاز البخار، البخار دي بتفتح المسام. بتقعد على جهاز البخار 3 او 4 دقايق بالكتير. بعد كده ببدا انا بقى اعمل تنظيف عميق للبشره اللي هو انت مش هتعرفي تعمليه في البيت، بالنيدل مثلا او بايدي. بنشيل الرؤوس السوداء اللي بتطلع هنا وفي هنا، الحبات اللي بتبقى في القورة او في اي منطقه في الوش اللي بتبقى معبيه او فيها حاجات بيضاء او سوداء، بنضفها كويس جدا، بتاكد ان هي خلاص نتفت. بجيب السكرابر، السكرابر ده الجهاز اللي اوله متل من قدام، ده بقى بيشيل القشور اللي انت كنت بتسال عليها يا اسلام اللي بتطلع كتير في فصل الشتاء. بستخدمه من فوق لتحت وكده على البشره كلها، على الوش كله، ده بيشيل كل القشور اللي بتطلع او الجفاف او الجلد الميت بمعنى اصح في البشره. طب احنا معانا مداخله. أوكي. استاذ مصطفى من البحيره حابب يشارك معانا. اهلا بيك استاذ مصطفى. اهلا بيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ مصطفى، احنا سامعينك وقت التلفزيون وسمعنا من التليفون يا فندم. اتفضل يا فندم. ماشي. ايه سؤال حضرتك؟ اتفضل. بيجي لي قشره في شعر فصل الشتاء. نعم. بيجي له قشره في شعرك في فصل الشتاء. عايز نصيحه من الاستاذه رضوى يحيى. صح. ممكن تتابعنا حضرتك وهنجاوبك على السؤال. في حاجه تانية يا استاذ مصطفى؟ شكرا ليك استاذ مصطفى. بالنسبه للقشره في فصل الشتاء للشعر، دي بنستخدم لها شامبو ضد القشره، وممكن نستخدم لها حاجات تانية بتشيل القشره. انا عارفه ان تخصصك بس بشره، يعني انت مالكيش علاقه، بس هو ممكن اختلط عليه الامر او كده. بس انا حابه اعرف لو حد دلوقتي حابب يعني ينظف بشرته او يعمل اللي حضرتك بتعمليه عندك في الصالون او كده، ممكن تقولي لنا العنوان بتاعك فين مثلا؟ انا في رشدي في اخر شارع سوريا على البحر. في يعني العماره اللي فيها بازار رشدي موجوده هناك، بكون موجوده الصبح وبالليل. عندي 4 باكجز موجودين، كل حاجه موجوده على الصفحه عندي. بتختاري الباكج اللي انت عايزاها، ولما بتجيلي المفروض كنا هنوضح يعني او نعرضهم. نعرض الافتر بيفور لتنظيف البشره، هل هي جاهزه معانا ولا ايه؟ طب على ما تجهز استكملي حضرتك الحديث عن تنظيف البشره. اوكي، احنا وصلنا لغايه
بننظف الرؤوس البيضاء او السودة من البشرة، بنستعمل السكرابر، ده بيشيل كل الجلد الميت من البشرة. بعد سكرابر كده ده زي صنفرة مثلا ولا لا، زي ده جهاز. جهاز جهاز بيبقى لونه ابيض وفي من قدام زي معدن، هو وظيفته انه بيشيل كل الجلد الميت من البشره. طب اللي يروح مثلا ليكي دلوقتي يعمل تنظيف بشره، في مثلا حاجه روتين او ما ينفعش مثلا يحط ميك اب فيه زي تحذيرات بتقولي؟ ده انا بقول قبل السيشن وانت بتحجزي لازم تكوني مش عامله واكس مثلا في وشك قبلها، قبل السيشن بخمس ايام ولا بعد. مش بتحطي ميك اب لمده يومين لان انا بعمل تنظيف عميق للبشره. الصور جاهزه معانا دلوقتي، ممكن نعرض لحضراتكم صورها، صور الكلاينتس اللي عملت لهم تنظيف افتر ام بي فور زي ما انتم شايفين دلوقتي. ممكن طب ممكن حضرتك تعلقي على الصور او حاجه؟ لا، هو يعني لو ركزتي في الصور هتلاقي ان كان كلها انا بجيب المنطقه اللي بيبقى الفرق فيها واضح، ان دي كلها بتبقى الرؤوس السوداء كلها، الرؤوس السوداء كلها ما بقتش موجوده. لو في برضو دهون في البشره بتبقى مش موجوده، دي بتكون اول مرحله في التنظيف. تاني مرحله بتكون تنظيف وترطيب. في بشره عاديه مثلا او حد بيجي بيكون عايز يعمل تنظيف بس، بنعمل له المرحله الاولى. المرحله الثانيه بيكون فيها ترطيب واجهزه لتنشيط الدوره الدمويه او تنشيط البشره. دي بتدي نضاره للبشره، دي بتدي نضاره طبعا وترطيب احنا للبشره. يعني احنا شايفين الفرق طبعا بين النضاره من بيفور الافتر واللون كمان، واللون كمان اللون ده بقى نتيجة الترطيب كمان والسكرابر لانه بيشيل الجلد الميت. بعد ما بخلص السيشن خالص طبعا، مفروض انك بتعملي الروتين الشهري كل 30 يوم لو انت اقل من، مكرر موضوع التنظيف البشرة ده كل 30 يوم لو انت اقل من 45 سنة. الاكتر من 45 سنة بتعمل كل شهر ونص. هنقول ليه او بيسألوني ليه انا 30 وليه انا 45؟ لان البشرة بتجمع الدهون اللي هنا او الرؤوس دي، والجلد الميت كله بيبقى اقل من 45 سنة كل 30 يوم، واكتر بيكون كل 45 يوم. تمام. طب انا دلوقتي حابة، في طبعا يعني اغلب السيدات او مهتمين ببشرتهم او البنات حابين يفضلوا دايما بشكل حلو او مظهر حلو، في نضاره في وشهم، لو عندهم مثلا في مشكله بتعاني منها كتير مننا ان بيبقى في مثلا سكارز مكان الحبوب او في تصبغات او كده، في عندك حل فعال او سريع بيعالج الموضوع ده؟ عندي حل للتصبغات والسكار. وكمان في مشكله تانية، في بنات كتير بتنسى تستعمل سان سكرين او بتنزل الشارع في الشمس من غير ما تحط اي كريم للحمايه من الشمس. بعد سنتين او ثلاثة او اربعة تكتشف ان وشها خصوصا هنا تحت العين بيجمع زي نمش وخطوط رفيعة. في حاجة اسمها جولد رولر، ده بيبقى عبارة عن سنون بشكل معين بمية الذهب عيار 24. طبعا ده ليه فوائد كتير جدا. انت كده هتخدي المشاهدين، يعني ده هيبقى غالي قوي ولا ايه؟ غالي ولا ايه؟ لا مش غالي قوي، دخلنا في الذهب خلاص. ايوه في عيار 24، يعني ده في متناول الجميع ولا ايه؟ في متناول الجميع، لانه دلوقتي اي حاجه للبشره بتكون غاليه. ده بيفضل يعني هو بيتحط جواه سيرم والسنون من بره، بيفضل باسمك بتستخدميه لمده 3 شهور، يعني انا مش من اول مره برميه، انا بحط جواه سيرم. طبعا فوائد الذهب كتير جدا للبشره، بتشيل الخطوط الرفيعة، بتحارب التجاعيد والعمر في انه يظهر على البشرة، بتحفز الكولاجين والإيلاستين اللي هو مسؤول عن التعبيرات اللي وانت بتتكلمي بتظهر. برضو بيشيل التصبغات والسكار، اثار الحبوب، الحاجات دي كلها. يعني طبعا لو في الصيف او حاجه وحد بشرته سمرت جامد من الشمس، كل ده بيعالج الموضوع خلال قد ايه؟ طيب ده بيتعمل جلسة كل 3 اسابيع. طب وبيبان النتيجة من أول جلسة؟ من أول جلسة بيبان بالمصداقية 30 أو 40%. طب التكلفة عالية ولا جدا. يعني التكلفة في حدود 800 جنيه 800 جنيه بالسيرم بكل حاجة، وقبله بعمل نص جلسة تنظيف، يعني أنا مش بعمل ده بس، فأنت لو حسبتها أنت بتعمل السيشن بتاعة التنظيف وتكمل معاها الجهاز. طيب هنستأذن حضرتك، هنخرج فاصل ونرجع نستكمل مع حضرتك مرة أخرى. اتفضل.
ورجعنا لحضراتكم مره اخرى مع خبير التنظيف البشره والعنايه بها الاستاذه رضوى يحيى، شرفتينا ونورتينا. واحنا اثناء الفاصل تلقينا اتصال ان لو في عروسه دلوقتي كانت بتعتني ببشرتها وخلاص حددوا الفرح وبقى لها فتره ما بتعتنيش بالبشره، هي ازاي تتصرف وازاي تتعامل؟ عشان المتصله اللي هي بتسال هذا السؤال لحضرتك بصفتك متخصصه، اتفضلي. طبعا العرايس بتنسى نفسها فترة طويلة جدا، 3 أو 4 شهور مش بتهتم ببشرتها، وبتيجي في الآخر قبل الفرح بشهر مثلا عايزة نضارة وعايزة ترطيب وعايزة تنظيف للبشرة وعايزة حاجة تبان بقى ان هي عروسة. طبعا بتجيلي مثلا بعمل لها جلسة تنظيف بشرة بسيطة بيزك خالص، بعد كده في حاجة اسمها جولد ستام، دي برضو سنون، دي بتدي نضارة فظيعة للبشرة، بتقدر النضارة دي بتبان، يعني بتخلي وشها كأنها مثلا بقى لها 4 5 شهور من أول جلسة بتبان؟ بعد 24 ساعة انت بتلاقي وشها ورد وبيبقى نضر جدا جدا جدا. الأهم من كل ده انها بتقدر تحط ميك اب بعدها عادي كده. يعني في ناس تيجي تقول لي الحقيني انا بقالي مده طويله مش بهتم ببشرتي، ومثلا فرحي قرب، فرحي كمان شهر، فرحي كمان 3 أسابيع، اعمل ايه؟ فطبعا دي اسرع حاجه بتتعمل وبتدي نتيجه هايله جدا جدا جدا. في الايام العاديه بقى لو تحب تعملها او حد بيحب يعملها بتتعمل مره كل شهر. طيب حضرتك برضو يعني احنا عايزين، احنا في فصل الشتاء حضرتك جاوبتي، بس احنا عايزين نعرف يعني ازاي الناس كلها تعتني بصفة عامة بالبشرة، خصوصا ان الناس بتغسل وشها بالمية السخنة الدافية ويطلع في الهواء وبالتالي بيحصل تشققات في البشرة نتيجة هذه المعاملة، ازاي بقى ورؤوس سودة وكذا، يعني حضرتك تلخصينا الموضوع ده في صورة كبسولة او روشتة سريعة. هنتكلم على الحاجات الطبيعية. المية لازم تشربوا مياه كتير جدا 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 جدا، اللي هو بتعوضي او بتخلي بشرتك نضره. لازم نستخدم كريم ترطيب واي كريم، الاثنين بنستخدمهم اكتر من مره في اليوم. كريم الترطيب قلنا الكريم بتاع الصبح الدي كريم، وبالليل النايت كريم، لانه بيكون اتقل شويه. الناس اللي مش بتشرب مياه خالص او بتنسى تشرب مياه، تستخدم سيرم يكون فيه هاليرونيك اسيد، ده مفيد جدا 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 للبشره. الناس اللي عندها خطوط رفيعه في المنطقه دي او تحت العين، عايزين حاجه، في حاجه بتحفز الكولاجين، هو الكولاجين البحري اللي لونه ازرق، ده بيحفز انتاج الكولاجين في البشره. ممكن فيتامين سي سيروم، فيتامين سي اي حد بيستعمله، سواء البيلينج سواء الكريم، اي حاجه فيها فيتامين سي استعملها مساء بالليل قبل النوم، يعني يبقى الروتين بس اللي بالليل مش الصبح. بشكر حضرتك جدا، وفي انتظار ان شاء الله في حلقات قادمة إن شاء الله تنورينا، بس نتكلم بقى عن، بس مش بس بشرة، نتكلم يعني عن بشرة وشعر. حابين بس نقول ليكو ان لو حد حابب يعني عنده مشكلة، او نفكركم يعني لو حد حابب عنده مشكلة او عنده اي استفسار يتواصل معنا عن طريق بيج الفيسبوك برنامج 50 دقيقة الصفحة الرسمية، او عن طريق الواتساب 010-6099-66. اسلام هسيبك بقى انت تختم الحلقه المره. احنا طبعا بعد الفقره الجميله مع خبيره التجميل الاستاذه رضوى يحيى، احنا ان شاء الله هنتواصل معاكم بصفه دايمه، سواء على التليفون اللي الاستاذه بروى قالت عليه او الصفحه الرسميه لبرنامج 50 دقيقه. تشرفونا، واي حد عنده مشكله يسيب لنا على الانبوكس المشكله وكده، واحنا بنعرض المشاكل وهنجيب لكم امثل الحلول من خلال متخصصين. وإن شاء الله إحنا بننتظركم الأسبوع القادم مع برنامجكم 50 دقيقة في نفس الميعاد في 4 عصرا يوم الجمعة. وبشكر مرة أخرى خبيرة التجميل الأستاذة رضوى يحيى، وبشكر زميلتي العزيزة الأستاذة مروة سعيد، وإلى اللقاء. بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.